بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ايها الاحبه في الله هل الكون يدور الحقيقه الله تبارك وتعالى قرر هذه الحقيقه قال سبحانه وتعالى في سوره الانبياء وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وقلنا ذات يوم ان الليل لا يعني فقط الليل الذي نراه باعيننا على الارض بل الليل يعني الظلام بشكل عام في الكون كل الظلام هو ليل والنهار لا يعني هو النهار فقط الذي نراه على الارض هناك نهار على الكواكب نهار في المجرات البعيدة إذا النهار يمثل الضوء في الكون بينما الليل يمثل الظلام. الشمس تمثل النجوم المادة المشتعلة المحترقة في الكون والقمر يمثل المادة الباردة الكواكب الباردة. فإذا فهمنا هذه الآية بهذا المفهوم الواسع، إذا كل شيء له فلك يسبح به، إذا الكون كله يسبح، كله يدور. الحقيقة هذا السؤال يعني أنا طرحته قبل سنوات ولكن لم أجد إجابة علمية عليه. القرآن هو كتاب الحقائق العلمية أيها الأحبة، وبما أن الله تبارك وتعالى يقول: كل في فلك يسبحون فهذا يعني ان كل شيء يسبح في هذا الكون، لا يوجد شيء يشذ عن هذه القاعده، من الذره الى المجره الى الكون باكمله. طبعا ايها الاحبه، هناك مقاله آه للعالم بويل موزر من جامعه كارولينا. هو طرح نفس هذا السؤال واحب ان يعرف هل الكون يدور ولكن الكون هو عباره عن نسيج المكان والزمان يعني الكون لا يمكن ان ننظر له على انه مجرد يعني اجسام لا الكون فيه زمان ايضا ليس مكان فقط بل مرتبط بالزمان لذلك يسمونه النسيج المك المكاني الزماني، يعني هناك فضاء وهناك زمان. اذا ايها الاحبه، فقال اذا كان كل شيء يدور فهل يمكن للزمن ان يدور؟ هل يمكن للمكان ان يدور؟ طبعا ايها الاحبه تعاقب الليل والنهار يعني مرور زمن ما خلال هذا التعاقب. وهذه هي الاشاره الاولى للزمن، اما الاشاره الثانيه فنجدها في كلمة الليل، يعني الله اشار ايضا من خلال الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، هو زمن لأننا كيف نقيس الزمن؟ بمرور الليل والنهار الشمس والقمر ترمز الى المادة. اذا المادة والزمن. فكل شيء يدور في هذا الكون. طبعا ايها الاحبه يعني هذا الباحث درس هذه الظاهره وصرح بان هناك يعني ليس غريبا ان نجد ان كل شيء يدور في هذا الكون حتى المكان والزمان يتحرك غير ثابت. وهذه الحقيقه سبق اليها القران في تقريرها قبل اكثر من 1400 سنه طبعا ايها الاحبه قلنا ان المكان ير يعني يمكن ان نفهم الايه فهما اخر ايضا سبحان الله القران فيه معاني متعدده المكا... الليل يمكن ان يشير الى المكان والليل والنهار مع بعض الى الزمان. والشمس تعبر عن الطاقه لانها طاقه تبث الطاقه، والقمر يعبر عن الماده. فبما ان كل شيء في هذا الكون يدور فلا بد ان الكون نفسه يدور. وهذه النظريه المطروحه حديثا تتفق مع القران في قوله تعالى: وكل في فلك يسبحون، فالمجره تدور بنظام محكم، النجوم كلها تدور. الدخان الكوني الغبار الكوني السدم الكونيه كلها تسبح وتدور في افلاك محدده في فلك يعني في مسار في خط محدد قد يكون دوراني قد يكون اهليليجي قد يكون على شكل دوامه الى اخره طبعا هذه المخلوقات الكونيه التي تدور وتسبح في افلاك محدده تشهد على ان القران كلام الله الحق ولكن هنا ايها الاحبه يعني لماذا نجد في القران هذا الترتيب يعني ما هي العبره الليل النهار الشمس القمر في معظم الايات نرى هذا الترتيب يعني عندما يذكر الليل والنهار نجد انه غالبا يقول الليل ثم النهار الشمس والقمر يعني وسخر لكم وسخر الشمس والقمر، لم لا يوجد القمر والشمس. اذا يعني آه الا في اذكر في موضع ولكن في معظم الحالات نجد ان الله تعالى يرتب هذا الترتيب الليل، النهار، الشمس، القمر. الحقيقه هذا الترتيب له دلالات كونيه ايها الاحبه. فالليل فيه إشارة للظلام أيضا كما قلنا والنسبة العظمى من الكون مظلمة يعني حتى أن العلماء يقولون أن الطاقة المظلمة والمادة المظلمة تشغل أكثر من 95 أو 96% من الكون النهار فيه إشارة للضوء وهو نسبته أقل يعني نسبة الضوء في الكون لو اعتبرنا أن الكون مثل هذه الغرفة فنجد ان 95% منها ماده مظلمه وطاقه مظلمه. و بالمئة ظلام و1% نور الذي هو الضوء يعني. النهار فيه اشاره للضوء ولكن نسبته نسبه النور في الكون قليله جدا. الشمس تشير كما قلنا للنجوم المشتعله او الملتهبه او التي تتفاعل فيها يحدث فيها تفاعلات اندماجيه. إذا هي أجسام محترقة الشمس سماها القرآن سراج القمر إشارة للأجسام الباردة لأنه بارد القمر ضياء نسبة النجوم في الكون أعلى من نسبة الكواكب كحجم يعني أقصد نحن مثلا في مجموعتنا الشمسية أيها الأحبة لدينا الشمس تشكل أكثر من 99% من وزن المجموعة الشمسية كل الكواكب تشكل أقل من واحد بالمئة لذلك قدم الشمس على القمر ليشير أن أن نسبة النجوم أو كمية النجوم أكبر من كمية الأجسام الباردة أو الكواكب أو ما يرمز إليه القمر طبعا هذا الترتيب أيها الأحبة ترتيب منطقي الليل يشير للظلام والنسبة العظمى في الكون هي ظلام، النهار يشير للضوء نسبة الضوء قليلة الشمس تشير للنجوم نسبة النجوم أقل من الضوء كحجم أو كمساحة أخيرا القمر الأجسام الباردة وهي الأدنى نسبة في الكون أقل شيء كأحجام يعني هي الكواكب والأجسام الباردة طيب هذا الترتيب <applause> الحقيقة أنا عندما بحثت في القرآن وجدت أن تكرار الكلمات في القرآن يراعي هذا الترتيب. سبحان الله. يعني الليل واحد النهار الشمس القمر. الليل هي الكلمة الأكثر تكرارًا تكررت 92 مرة. النهار أقل منها 57 مرة تكررت في القرآن. الشمس تكررت أقل منها 33 مرة. القمر تكرر اقل منها 27 مره، سبحان الله يعني انظروا الترتيب الالهي الليل وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. لو بحثنا عن كلمه هذه الكلمات الاربعه في القران نجد اكثر كلمه تكررت هي الليل 92 مره. ثم النهار اقل، ثم الشمس اقل، ثم القمر اقل شيء 27 مره. طيب هذا الترتيب أيها الأحبة ترتيب معجز يعني الله تبارك وتعالى يقول وكل شيء فصلناه تفصيلا إذا أيها الملحدون كيف تقولون إن هذا كلام بشر يعني هذا الذي ألف القرآن بنظركم يعني الذي ألف القرآن كان متفرغا لمثل هذه الحسابات وهذه الدقة وهذا التصور الكوني بالعكس، الإنسان القديم كان يتصور أن النهار عندما يطلع أن الكون كله نهر، لم يكن يعلم أن طبقة النهار رقيقة جدا وأن الظلام يغلفها، لم نعلم ذلك إلا بعد أن استطاع الإنسان أن يخرج خارج الأرض ويرى الحقائق، لأن القرآن أيها الأحبه هو الكتاب الذي يعطيك الحقيقة وكأنك تنظر إليها من الخارج لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون هو الذي أنزل القرآن وقال فيه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم في شك غير مقتنعين بان هناك لقاء مع العزيز الجبار سبحانه وتعالى. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.